راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. هاتيني اقتراح نشوفه باهي ولا احنا لا. إذا كان أنت نقدت أو تكلمت تتكى طول على طول، وهذا الموجود في الحزب مالوريزمون. حزبنا قوي معروف، في عامين ربح الاستحقاقات الكل، انتخابات البلدية حزب خدم من غير حتى هيكلة وجاب 22%، يوريك اللي الشعب التونسي مازال متشبث بالحزب كما احنا مازلنا متشبثين بالحزب. ولو يلزوا فينا الاستقالة ماذا بيهم يخرج كلهم، لأن هو اليوم تسمع الكلام أنهم ماشيين المحكمة الإدارية مش أي نايب استقال من الكتلة يلزم يستقيل من الحزب على خاطر مخالف، على خاطر عنده رأي مخالف، خاطر عنده رأي مخالف. معناتها اليوم في نداء تونس اللي عنده رأي مخالف واللي ينتقد سياسة نداء تونس يخرج منه، يخرج منه. راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.